السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نلعب كلاش رويال. اليوم راح نقول شنو أحسن جيش. سألني ولد قال لي شنو أحسن جيش تلعب فيه في المنطقة السابعة. اليوم جايب له جيش راح نلعب فيه في المنطقة السابعة ونجرب ونشوف. خلينا نفتح الصندوق هذا أول شيء. نعم، في المنطقة السابعة يعني فقيرة بالجنود والهاي. حلو، فتحنا بطاقة ممتازة، شايفين؟ نحن على بلوغ الساحة السابعة. ننظر في محتويات الصندوق. فلوس مشترى. المشترى فلوس. طيب نرجع اللعبة. هذا الجيش اللي جايبه ان شاء الله راح نلعب فيه او نشوف. وراح نخلي واحد ينفتح لان راح اريد 3 هجمات ب3 اماكن. فعلى ما نفتحها نحاول نفتح حتى لو بجيم بجواهر نفتحها ولا معركة. بكل سهولة أخذنا واحد من التاورات. أخذناه بكل سهولة، شايفين؟ هو ما أخذ شيء مني، تاوراتي كلها سليمة. الآن راح أهجم على تاور كبير ماله، هجوم فول أتاك. واستطعنا نفوز عليه. مثل ما قلت لكم، إذا ما عندكم مكان فارغ لا تلعبون، لأن يروح عليكم صندوق ليجند أو صندوق ريبك هذا السحري. خلي دائما مكان ينزل صندوق. اذا طلع لك واحد من صناديق السحريه او الهاي، تعبير استلمنا. صدقني ما راح ينزل. ليش؟ لانه ماكو مكان فارغ ينزل فيه. فدائما خلي مكان فارغ. راح اروح لمعركه ثانيه. هذا جيش محترم من المنطقة السابعة. أو أحد الجيوش، لأن يعني
هواي جيوش يعني في المنطقة السابعة. إلى الآن مباراة متكافئة، الآن فول أتاك. شايفين استطعنا نفوز عليه. المهم لا تستعجل بالهجوم. ايضا هذا الصندوق الثاني، كانت معركة حامية طبعا. اخذنا هذا، راح ناخذ هذا، ذاك عندنا عملية ظلام ما عندنا. راح افتح صندوق، مضطر افتحه بجواهر حتى اسوي مكان ثالث نجم هجمة ثالثة. الان هجمة ثالثة، لا تستعجل، شوف عدوك شنو يلحب. نزل فالكري، راح انزل فالكري. شوف الفالكري وين نزلها بالنص.
الهوك راح ياخذ الأبورج بكل سهولة. الآن بدأت مرحلة الدفاع. نزل جولم. مجرد دافع عن البرج مالك. انتهت وفزنا. كان هذا جيش احبائي وإجابة على سؤال واحد، قال لي أريد جيش ألعبي بالمنطقة السابعة، آمل يكون الجيش عجبكم، وإن شاء الله راح أدور بعد، إذا لقيت جيش غير المنطقة السابعة هم أنزله، أو اللعبة سوا مع بعض، هذا أخوكم ماجد، ألقاكم لقاء جديد في أمان الله.